جموع غفيرة تنتظر وتنتظر، تلاميذ طلب عمال وموظفون ينتظرون قدومها بفارغ الصبر، لكنها حتى وإن أتت إما متأخرة أو لا تستطيع حمل المزيد. إنها الحافلة التي يركبها عامة الشعب، الحافلة التي لا تحترم التوقيت ولا المواطن، فيضطر ركابها إلى مزيد الانتظار أو في أفضل الحالات البحث عن حل آخر. عندي برشا مشاكل مع الكار. انا بخلف اني نخدم ونخرج يوميا الرتار، عندي وليدات زاد يقروا في التكنيك يوميا الرتار. كيران مشكله كبيره برشا. كيران يجوا روتار ويشوفوا الترمينيس ويقعدوا غادي، فهمت؟ يعينوا على الاقتضاء 7:30 7:30 ويجوا مع بعضهم، لا التلامذه كلها مع بعضهم، خدامه كل التلامذه كل عباد وكل فرد وقت. مشكلتي مع الكار اللي ديما الاوقات نتاعهم مش منظمه بالكل، يعني كل وين نخرج الوقت نتاعي نقعد لازم باش تقعد تستنى. ها تشوف يعني الكار تجي بعد نص ساعه بعد ساعه وتجي معبيه، تجي فيها بال 200 واحد بال 150 واحد. هاك تشوف تو 4 ساعه نستناو، ومازال نستناو نص ساعه اخرى على الاقل. نقص كبير في اسطول الحافلات يجعل المواطن يتذمر من هذه الخدمات العموميه، وينعكس ذلك على توقيت العمل عند الموظفين والتلاميذ بشكل غير مباشر. بعض المرات تلقاهم ثلاثة كيران مع بعضهم، واحدة واقفة غادي والآخر هابط يصلي، فهمتني، في وقته ولا مش في وقته يصلي فيه، الآخر ما نعرف شنو فهمتني يعمل في كسكروت. وبعض مرات أربع كيران، وبعض مرات التوقيت خاصة من 7:30 حتى بعد 8 ما ثم حتى كار. قضية خاصة لك التلميذ، شنو ذنبي أنا؟ عندي ولدي يقرأ يبقى بساعتين مطيش. السيرفيس ناقص ياسر، وماذا بينا شوي بالله، معناتها التعليم راهو هو الكل في الكل. فهمت؟ تو انا كموظفه ما نجمش، تو انا كنخلي مواطن واقف على البيرو وما يجيش في وقته، يسمى تهاون مني ولا؟ وهو مش مني انا من الكار. الحل تصرفوا، يصرف 7:40 يلزم كار، 7:30 يلزم كار. الى جانب النقص في الاسطول، فالمحطات التابعه لشركه الجهويه للنقل بصفاقس على حالتها هذه، لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء، اضافه الى التلوث. حالة كارثية زادت من معاناة المواطن رغم اشتراكه في المسؤولية، حالة دون احتمائه بهذه المحطات رغم تقادمها، فترى المواطنين هنا وهناك ينتظرون ويطول الانتظار. قريب تو ساعة غير ربع نستنى في الكاش. دونك ديما هكا تصير؟ ديما هكا، تروى تخرج لنا تروى بعد ساعة غير ربع وتخرج مليانة، نولي الواحد يقعد مطيش يستنى. ها تو قد ايه؟ تو 7 غير درج واحنا مطيشين. فما اوقات تجي في وقتها، وزيد فما خطوط تجي ديما، يعني مداوله مثلا خط سيدي منصور بريسك ديما موجوده، مثلا العباد اللي موجودين في ساعه يتهزوا، ثم خطوط اخرى تتباطئ، مثلا ثم مثلا خاطر مثلا طريق تونس، طريق تونس صحيح ثم كار كل ربع ساعه، اما تتوجه ثم طريق مثلا تمشي للويد، وثم اللي تتعدى حتى سيدي صالح، وثم علي بابا، هيك علاش تكون متباطئه. أو عندي طفلة في الليل كما هكا والوقت معناها مخر، معناها ما تخممش أنه كيفاش تعمل إذا كان ما جاتش كار. والله ناخذ تاكسي ولا كان بحد من الدار. احترام المواطن والانضباط في المواعيد شرط للارتقاء بالخدمات العمومية ومزيد النهوض بصفاقس، القطب الاقتصادي والصناعي ومدينة المليون ساكن. لكن هل المسألة تتعلق بالإرادة السياسية؟